لا نغفل حديثنا عن لجنة المحليات، وأنا طبعا من الناس اللي مهتمة جدا بأن أنا عايز أعرف الصياغات بتاعة المقترحات النهائية اللي هترفع فيما بعد المجلس الأمناء. ليه دايما نقول يا جماعة المحليات دي واحدة من أهم الأمور اللي موجودة في هذه الدولة وفي أي دولة. المحليات هي تفاصيل حياتك اليومية، المحليات هي كل ما يحيط بيك من ساعة ما مش لما بتصحى من النوم ده، وانت نايم حتى هشرح لك. بس خليني اخد معايا على تليفون سياده النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنه المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني. اهلا 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 يا علاء. اهلا يا استاذي، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشني والله، وانت ودايما أكتر. متالق يا لا رب. التالق تالقك. قول لي اخبار اللجنه ايه، والتوصيات اللي بتتم صياغتها للرفع الى مجلس الامناء ومن ثم الى فخامه الرئيس. بص يا استاذ يوسف، يعني انا سعيد جدا بما وصلنا اليه النهارده. طبعا على مدار 5 جلسات علنية استطعنا ان احنا نوصل لاكبر قدر من التوافق على اهمية اجراء الانتخابات المحليات. هايل. وتوافقنا حول اكثر من نظام انتخابي، لكن حاليا في توافق بشكل كبير حصل في جلسة يوم الاثنين اول امبارح على ان يبقى 75% قائمة مغلقة مطلقة و25% قائمة نسبية. والبعض قال فردي، بس طبعا الخبراء بيفضلوا ال 25% نسبيه مع القائمه المغلقه المطلقه. النهارده الحقيقه استمرت المناقشه في جلسه مغلقه، وخرج عدد من نصوص القوانين تحدثوا عنها حول الاداره المحليه وحول النظام الانتخابي ايضا. واتفقنا على ان هذه اللجنه المشكله من 8 خبراء ستصل الى تصور عام عن قانون الاداره المحليه وعن النظام الانتخابي. حلو. وإن شاء الله خلال الأيام القادمة، يعني نتوقع ممكن أسبوعين شهر أيا كان المدة، يعني مش عاوزين نستعجل، يعني أيوه عاوزين ندي وقتنا، لأن بنتكلم على تصور مش مشروع قانون، لكن تصور كيف يكون مشروع القانون. صحيح. وكيف يكون التوافق القوى السياسية على تصور وطرحه. ده خلي بالك إنجاز، يعني النهاردة أنت أصلا ما كنتش واصل للمرحلة دي. هو القانون بقى له سنين في المجلس مفيش توافق عليه. ايوه. الحاجه الحلوه في الحوار الوطني ان النهارده اكثر من حزب سياسي، الحركه المدنيه ممثله باحزابها، حزب التجمع ممثل في اللجنه، حزب مستقبل وطن من خلال احمد بس جيني رئيس لجنه الاداره المحليه مجلس النواب، مناقشه راقيه جدا. الحقيقه انا سعيد بما وصلنا اليه من حال التوافق. في ظني انه خلال ان شاء الله الفتره القادمه يكون قدامنا حتى لو تصورين نقدر ان احنا نعرضهم على فخامه الرئيس، او نامل ان هو يكون تصور متوافق عليه. لو وصلنا لهذه المرحله نحن الان امام استعداد وجاهزيه للقوى السياسيه للانتخابات المحليه باذن الله. ما ده اظن حتى بعد ان يرفع الى مجلس الامناء ثم الى فخامه الرئيس بعد الوصول الى التوافق هيبقى في مهمه ثقيله ايضا وليست هينه على مجلس النواب فيما بعد. ايوه طبعا، وحضرتك شريك معانا وبنقعد جنب بعض في المجلس، ونتمنى ان مجلس النواب والاغلبيه يكونوا يعني جاهزين لهذا التوافق، وان نتوافق داخل مجلس النواب، وان تكون هذه الحاله المسيطره على الحوار الوطني حاله التوافق قدر الامكان، حاله الثقه في اهميه الحوار الوطني. فخامه الرئيس بنفسه قال انا هوسع على اي حاجه منطقيه تخرج عن طبعًا الحوار الوطني بإذن الله. وهو حتى يعني المنطقيه دي انا اللي بقولها، يعني هو انا طبعا فهمت من كلامه، هو قال نصا هوسع على اي حاجه تخرج من الحوار الوطني، لكن هو انا فهمت انها تكون منطقيه طبعًا قابله للتنفيذ عمليا، لان طبعًا في النهايه فخامه الرئيس عندما يتحدث يتحدث من قلبه، وهذا يعني ان هناك رغبه حقيقيه ان يكون الحوار الوطني هو بدايه الانتقال لمرحله ما بعد التخلص من الارهاب، ما بعد التخلص من جماعه الاخوان الارهابيه. خد بالك الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم شعبي لما دخل ووقف مع الثوار في 30 يونيو صحيح، وبعد كده في 3 يوليو، وبعد كده اخذ تفويض من المصريين في 23 يوليو بالتخلص من الجماعه الارهابيه، المصريين وكل القوى السياسيه دعوه انه يترشح من ضمنهم حزب التجمع حزبي صحيح 100%، وتحول من قائد ثوره لمشروع حكم، وكان ضروره، ولما طبعا تحول لمشروع حكم نجح في مهمته الاساسيه وهي التخلص من جماعه ارهابيه بقى لها 80 سنه كبسه على نفسنا. النهارده بعد 10 سنين من ثوره 30 يونيو و9 سنين من انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتحول لمرحله جديده،
هو مرحلة أنه مفيش استثناءات، مفيش حالة طوارئ، مفيش الخوف اللي كان عندنا كلنا لأن العريش رجع تاني لينا. مزبوط. فدي مرحلة بقى بناء سياسي، مرحلة ائتلاف وطني من خلال أحزاب وأقصى اليمين لأقصى اليسار، مرحلة وضع لبنة لجمهورية جديدة. هذه الجمهورية تقوم على الصناعة، الزراعة، الأمن، الثقافة، التنوير، الحداثة. في ظني أن الحوار الوطني يجب أن يكون هو البداية واللبنة لهذا التقدم. أفتكر يا علاء يعني أنه ده معناه أنه الدور الـ 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 التشريع القادم ده هيشهد زخم سياسي مذهل أكتر من الأدوار اللي فاتت، ومن ثم أيضا نذهب إلى فصل تشريعي جديد إن شاء الله اللي هيبقى يوم بقى اللي هيبقى أسف سنة 26، ده اللي هيبقى يعني إيه قمة القمة إذا صح التعبير، فالبرلمانيين يستعدوا لذلك. أنا في ظني إن كل ما طرحته حضرتك دلوقتي صحيح تماما. أنا أعتقد إن دور الانعقاد الرابع اللي إحنا داخلين عليه هيكون بداية التأهيل والتمهيد لثورة تشريعية وثورة رقابية لأولا القضاء على الاحتكارات، مواجهة فوضى السوق، نظام سياسي جديد يتمتع بالحرية وحرية الإعلام وحرية الصحافة. في ظني أن القوى السياسية لابد أن تكون شريكة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا هو حكم الإرادة وليس حكم الإدارة لبناء هذا المجتمع. وأنا في ظني أن الحوار الوطني عندما انطلق هو دعوة من الرئيس وإيمان من الرئيس أنه لن يحكم مصر بمفرده. هو يقول نحن جميعا مشروع وخلفاء 30 يونيو. صحيح. ما حدش يسيب حد. لازم نكون كلنا في كل مكان وفي كل موقع، أحزاب، نقابات، مؤسسات أهلية إلى آخره. يدا من الممكن أن تختلف وجهات النظر لكنها واحدة في عملية البناء والتبنية. وده مش كلام احنا بنلحنه ولا كلام شاعر ولا كلام لدغدغة المشاعر، واقع ملموس. لا، لازم يكون واقع ولازم يكون طبعا ضرورة. لأن خلي بالك الرئيس السيسي نفسه أكثر حرصا من أي حد على أن هذه الدولة تتقدم، لأن هذا للتاريخ. ها؟ صح. هو زي ما أدب نفسه كده، هو وولاده، وكان مسؤول عن الشعب وهو أسرته هو وكل من حوله، وكان مسؤول عن كل الملايين دي عشان خاطر يواجه العالم كله اللي كان بيدعم الإرهاب. النهاردة هو برضه هو نفس الشخص اللي يتمنى لهذه البلد، بلده ووطنه اللي عاش طول حياته يعني يفتديها بعمره ويستطيع أن ويحاول دائما أن يحميها، هو نفسه يريد أن ينجح هذا المشروع حتى لا نعود مرة أخرى لبراسم الماضي. صحيح 100%. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني.